الماء أساس كل حياة وأم كل الطاقات، الذهب الأزرق. تعددت واختلفت تسمياتنا لهذه المادة التي لا لون ولا طعم ولا رائحة لها كما درسنا في فصول الفيزياء، لكنها تعطي حياتنا كل لون ورائحة وطعم. لسنوات حاربنا من أجل النفط، ولكن خلال وقت قصير سنحارب من أجل الحصول على المياه، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أواخر 2021. غير أن هذا الطرح ليس وليد الأمس القريب، هي نظرية طفت على السطح منذ أزيد من عقد بين مصدق وناقد لما يصفه بالوهم. اليوم وضعية المياه في كوكبنا الأزرق لم تعد تدع للشك مجالاً في أن مآل البشرية إن هي واصلت على نهجها الحالي إلى حروب على نقطة ماء وليس جبال الذهب وآبار النفط. قد أبدو متشائمة، ولكن كل التقارير الدولية الجادة والمتوفرة لمن يود التأكد تضعنا أمام معادلة سهلة ولكن مريرة. عددنا كبشر في تزايد مضطرد، أنشطتنا ترفع حرارة الأرض بشكل مضطرد، تعزز تغير مناخنا بشكل يقترب من نقطة لا عودة، ونتائج نحسها كعالم في هذه العشرية. ظواهر مناخية متطرفة، حرائق وفيضانات وموجات جفاف حاد. لسوء الحظ في المغرب كما في عدد كبير من بلدان قارتنا الإفريقية، كان من نصيبنا الجفاف نعانيه منذ سنوات. دون شك تابعنا باهتمام كل التحركات الملكية والحكومية، عمل دون كلل، مخططات استعجالية بهدف ضمان الأمن المائي للمملكة. ولكن ماذا عنا نحن المواطن العادي في بيته ومقر عمله؟ الماء الصالح للشرب أساسي للصحة، استعملوه بلا ما تضيعوا. منكم من لن يتعرف على هذه الوصلات الإشهارية، وكثير من أبناء جيلي والجيل الذي سبقني تذكر معها ما نصفه بالزمن الجميل. لقد كبرنا مع هذه الحملات التحسيسية تناشدنا كمواطنين ألا نضيع نعمة الماء، وبعد أكثر من 3 عقود ما الذي تغير؟ بأسف شديد ما زلنا نترك صنبور الماء مفتوحاً بينما نستحم، ننظف أسناننا أو أوانينا، نستخدم خراطيم المياه الصالحة للشرب لتنظيف سياراتنا، بل لتنظيف الأزبال من واجهات المحلات، وحتى أحياناً لتبريد الطقس في فصل الصيف لجذب الزبائن. وكأننا في حالة إنكار وأمامنا منبه نعرف بوجوده. مغاربة مثلنا يعيشون في قرى نائية، يقطعون عشرات الكيلومترات بحثاً عن سطل ماء في آبار نضب معينها. حقيقة أن دورات الجفاف التي تعانيها بلادنا أكبر من الفرد، هي مسألة تغير مناخ. ولكن ماذا سنخسر لو تعاملنا مع المياه التي تنهمر من صنابير منازلنا بكل سهولة ودون عناء، وكأننا نتعامل مع ذهب خالص وهي في الواقع أثمن؟ ماذا سنخسر لو زرعنا في أبنائنا الحرص الشديد عند استخدام الماء لنبني جيلاً جديداً واعياً بخطورة زوال هذه النعمة؟ بلغة الأرقام التي يفضلها كثيرون، المغرب استقبل في السنوات الأخيرة 5 ملايير متر مكعب فقط من المياه، بينما الحاجة مقدرة ب16 مليار متر مكعب، بما في ذلك النشاط الفلاحي، وثلث هذه المداخيل المائية تذهب لمياه الشرب. والأرقام هي لوزير التجهيز والماء نزار بركة في حوار صحفي في يناير 2024. نعم، سياساتنا العمومية الخاصة بالمياه في حاجة إلى إعادة نظر جذرية، وذلك ما يتم في الوقت الراهن. لكن سلوكنا نحن كمواطنين هو جوهر استمرارية الحفاظ على ما بقي بين أيدينا من ماء. نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، ترشيد الاستهلاك أو العطش. وتذكروا جميعاً ما قال أجدادنا يوماً: قليل مداوم ولا كتير ومقطوع.